شكل الزمالك النهارده والحالات اللي انت واخدها؟ لا، شكل الزمالك الشوط الاولاني طبعا قدم مباراه يعتبر شبه نموذجيه. كان في بعض المشاكل الدفاعيه، كان ممكن سيراميكا يقدر يجيب التعادل او يقدر على الاقل يجيب جون في الشوط الاولاني، ولكن الزمالك تحكم كويس جدا جدا وعمل اللي ناس الزمالك بيحبه، فكره الزمالك بيحبه اللي هو بمعنى ايه، اللي انت عاوز تحوزه على الكوره وتشتغل من تحت لقدام. نبص على اول حاله، دي حاله حلوه جدا لسيراميكا كليوباترا ووحشه للزمالك، الاربعه الديفنس بتوع الاربعه في وسط الملعب بتوع الزمالك. بص المساحات اللي في ظهرهم عامله ازاي، لازم الديفنس ياخد نفسه ويطلع ورا ورا المدافعين. ماشي كده الصوره؟ الراجل استلم بين المساحات دي. على الاقل يا كابتن لازم واحد من المساكين يطلع ياخد وتشتغل ثلاثه، تشتغل ثلاثه باك وباك والراجل السيرد باك الثاني. مشيت الكوره بهجمه يعتبر لو كانت بص كويس في المساحات اللي هي اللي في عمق الملعب كانت تبقى خطر. هات الحاله اللي بعديها، ده الجون الاول. بص الزمالك طلع منين؟ من الضغط اللي هو كان فيه، ودي حاجه مهمه جدا يا كابتن شوبير. لما تيجي تشتغل عاوز تطلع من ورا لقدام، انت عاوز تشتغل على الضغط. لما تطلع من الضغط ده هتلاقي مساحات كبيره جدا. بص لعيب كام لعيب سيراميكا كليوباترا موجودين في الصوره؟ 1 2 3 4 5 6 لعيبه موجودين مضروبين، يعني الكوره لو طلعت هتلاقي فيه اربع لعيبه ورا مع المساحات الطويله. مع الحارس يبقى سبعه، يبقى اربعه بس اللي ورا. اربعه، ماشي الكوره كده، اربعه سته، بس برضه في ثمانيه من الزمالك هنا. بس الارتداد السريع من الدفاع الهجومي، الارتداد الهجومي بقى بتاع الزمالك عامل ازاي؟ راجل فرجاني اشتغل. بص بقى كم واحد من سيراميكا كليوباترا كابتن المضروب، الفرقه يعتبر كلها ما عدا الاثنين دول، بقى اربعه على اربعه. ماشي. دي بقى نقطه يا كابتن مهمه جدا. افتكر كده بن شرقي ايه ماتش دجله دقيقه 5، حط الكره ازاي بتاعت عبد المنصف. الفينش بقى هنا اللي كنا بنقعد نتكلم عليه، ان وقت من الاوقات هتفنش كويس وهتفنش بطريقه صعبه. بص بقى هنا سيراميكا كليوباترا يا كابتن، المشكله مش مهاره بن شرقي بس. الراجل ده ما ينفعش يسابق واحد ضد واحد، ده من رابع المستحيلات. طب الراجل المساك التاني ده، احنا كام واحد جوه يا كابتن سيراميكا؟ ثلاثه. على مين؟ اثنين اللي هم اوباما وبن شرقي. الراجل لازم المساك ده يخش يضم ورا الباك عشان مين يتعدي. ابدا احط رجلي او ابقى خلاص عملية ترحيل بالظبط. عدي لسه بيفكر ان هو يحط رجله، خلاص الكره عنده الزاويه البعيده وعنده الزاويه القريبه، فده فينش اصعب من بتاع ماتش دجله. واحنا قلنا قبل كده في الاخر هيبقى وقت من الاوقات الفينش بتاعك هيبقى كويس. طب انا عايز اروح